بسم الله الرحمن الرحيم. أولا التنظيم اليوم ويأتي في أعقاب ميلاد سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام، أنا مبسوطة بالمناسبة وبالجهد الذي يقدم في هذا العمل الخير الجميل. أنا لسه كنت بتكلم مع أستاذة نوال دلوقتي، قلت لها شوفي الإنسان إذا نوى الخير وسار في الطريق الصحيح الخير ينمو أكثر مما تتخيلي وأكثر مما كنت تتصوري أنك ستقدم كل هذه النجاحات. فأنا الحقيقة أنا أعرف الأستاذة نوال، هقول لك من أكثر من 30 سنة، ووجدتها سيدة جادة فعلا تسلك طريق وكلها خير واستعداد أنها تبني شيء لهذه الطبقة التي وقعت في هذا المحظور بأي سبب من الأسباب. فالحقيقة زي ما تقول استولت على نفسي واستولت علي إن أنا لا يمكن أنها تدعوني في أي مناسبة إلا وأأتي لها حتى ولو أنا مريضة مثل اليوم. فهي عمل جيد وعمل عظيم بارك الله لها فيه دنيا وآخرة. وعايز أقول للقارئ ولا المشاهد أن العمل الخير قد إيه بيكسب للإنسان صحة نفسية وصحة بدنية والله وصحة إنسانية، ويبارك في العمل في الدنيا وفي الآخرة. فبارك الله لها فيما تعمل، وبارك الله لكل فاعل خير من أي خير من أي نوع، بارك الله له وأدام عليه النعمة حب الخير. والله ما أحلاها، بتعطي السكون والسعادة والرضا للنفس البشرية. كل سنة وانتم طيبين جميعا. كلمة من حضرتك للغارمات. الغارمات أقول لهن ليتكن يا سيدات الفضليات تتعلمن البساطة. أنا زرت سجن النساء من حوالي 5-6 شهور بدعوة من مأمور السجن، ونظرت إليهن وقلت ما الذي جنيتموه من هذه الفوضى؟ ده فوضى في الإنفاق. ما أنا أنفق، مش في مثل ورثناه عن أبائنا وأجدادنا مد رجلك على قدر مساحة لحافك أو مرتبتك أو حصيرتك؟ هم الحقيقة دخلوا في حالة المباهاة، دخلوا في حالة إن هم عايزين يسعدوا ولادهم أكثر مما يمتلكوا. أنا ده أعتبره غياب الحكمة. أنا بطالب سيدات الفضليات أن يتزرعن بالحكمة وأن يقدمنا ويسعدنا أولادهن على قدر ما أملك، ولا أحمل نفسي ما لا أطيق، ولا أحمل نفسي ما يودي بي إلى السجن. أي فرحة التي تعطيني هذا السجن. وحتى نظرت إليهن كذا واحدة كانت بناتها لسه في حالة ولادة، طيب أي معنى دلوقتي وأنت كنت تتمني أن تكوني بجوار بنتك وحفيدتك أو ابنك وزوجته؟ فأنا بطالب بالمرأة المصرية، وخاصة ده تاريخها كله كده، أنها تكون حكيمة ولديها الحكمة فيما تنفق وفيما تجهز لبنتها وفيما تشتري لها. واحدة تقول إن أنا جبت لبنتي 10 عبايات، ليه حبيبتي 10 عبايات؟ كفاية 2، كفاية 3. أنا بطالب المرأة المصرية أنها تتعلم التدبير وتتعلم الحكمة فيما تنفق وفيما تدفع وفيما تشتري. وكفانا المظهرية السطحية الظاهرية، والله دي وبال على جبنا ووبال على مستقبلنا. أنا أطالب سيدات الفضليات مد رجلك على قدر لحافك كما قال الأباء والأجداد. حكم الدين في فوضى الإنفاق طبعا محرم. الإسلام يحرم بشدة البذخ حتى في الأكل، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. حتى في الملبس، البس والله يحب أن يرى نعمة عبده لكن دون إسراف. حتى في فراش البيوت، إحنا الحقيقة 20 سنة الأخيرة دي انتابت الأسرة المصرية حالة من الهلع والإقبال على الإنفاق على المظهرية بشكل مرضي. أنا بعيد عن الحكمة، أنا بعد هذه السلوكيات مرضية لا فيها حكمة ولا فيها تدبر. إحنا أمة في حالنا كله أمة متوسطة الحال، كريمة الحال، إحنا أمة كريمة نحب نعيش الحياة الكريمة ولكن في حدود. فأنا بطالب المجتمع كله، المرأة والرجل وأولادنا، لا نفتح الطريق لأولادنا أن نلبي ما هو معقول وما هو مرفوض.
لابد أن نعلمهم من صغارهم أن هناك ما أستطيع فعله وهناك ما لا أستطيع، وهذا والله لا يعيبني أنا حتى والحمد لله عندي القدرة، لكن كم لأولادي عندما كانوا يطلبون أمرا فيه بزخ أقول لهم لا ده زيادة، اللي أنا هدفعه في الحاجة الفلانية خد أقل منها، واللي يزيد منك أقدمه للناس اللي مش لاقية خالص. عايزين نتعلم كده، حتى وإن كنت أنا على قدرة معينة أنا أعلم أولادي وأربيهم في بيتي، لأن تربية البيت هي اللي بتربي بعد كده الأم والزوجة والجدة بعد كده، وإن أنا لا أنساق وراء بزخ هذا العصر.